اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. خليها سمك النهاردة. عندنا السردين وموسم السردين، وهل الشتاء بخير وأيام الشتاء؟ مع قدوم الشتاء بيكتر السمك والمبطرخ بالذات والسردين وأوميجا 3، وأولادنا دلوقتي بدأوا المرحلة الدراسية والعام الدراسي بدأ، فمحتاجين إن إحنا يكون عندنا ثقافة غذائية لأولادنا وهم بياكلوا، ما ياكلوش أي حاجة، فمثلا السردين غني بأوميجا 3 ورخيص سعره في متناول الجميع. أنا هعمله النهاردة صينية بالبطاطس بالخلطة المغازية على طريقة اللي أنا بحبها، وأنا عاشق للسردين والمكريل والحاجات اللطيفة ديت. معايا تشكيلة من السي فود النهاردة، جمبري وكابوريا وكاليماري، يعني حسب عدد أفراد الأسرة جاي على بالي أعمل طبق رز بالسي فود، فرايد رايز بالسي فود، ولكن برضو الطعم والشياكة في إنك أنت إزاي تشكيلة السي فود تبان مع الرز، ناكل الرز ونسيب السي فود. عدد السفرة الحلوة النهاردة شوية سلطة لطاف، سلطة بابا غنوج البتنجان الجميل الحلو بتاعنا ده، أبو قلب أبيض زي الشيف، هنعمله النهاردة بابا غنوج بالرمان مع الزبادي والطحينة، أكيد السلطة هتعجبكم وفواتح شهية على السفرة الحلوة. مش عايز أطول حضراتكم لأن الحلقة فيها شغل للأمانة وفيها خبرة طهوية، وعايز أعمل افتكاسة النهاردة لصينية سردين بالبطاطس، إحنا المصريين شطار فيها وعلمناها للدنيا كلها. ايه رايك نشوف مقادير عمل بابا غنوج؟ بابا فينك يا بابا؟ بابا غنوج هنعمله مع بعض ازاي؟ معانا بتنجان شواناه مسبقا، وشلنا القشره بتاعته، اوريه لحضراتكم حالا دلوقتي، ومتصفي من الميه بتاعته اللي هو زي ده كده. اللهم صل على النبي. حلو، ده البتنجان. ده البتنجان بعد ما شويناه على النار. نعم حاضر، عينيا اديني مقادير على الشاشه نحطه جنب بعضه. اللهم صل على النبي. ده بتنجان قبل وبعد، ابو قلب ابيض اللي انا بعشقه. خدنا البتنجان شويناه، تشويه ازاي؟ ده مهم جدا. ازاي تشويه البتنجان؟ زي ما انا هعمل دلوقتي كده، سكينه تاخد البتنجانيه غزه والتانيه كده كده، تحطها على عين البوتاجاز كده وكده، وعلى عين البوتاجاز خدت لون، القشره احمرت معانا، شميت ريحه البتنجان على عين البوتاجاز. معلش هتغسلي البوتاجاز بعد كده سامحيني، وتحطهم في الصينيه ودخلهم الفرن. طب ليه عملت كده يا عم الشيف؟ البتنجان لازم تعرفوا الموضوع، انا مش بطبخه بس، انا دارس تغذيه، الثقافه العلميه الطهويه المطبخيه عندي مش ببخل عليها مع حضراتكم. البتنجان غني بالحديد والاكسده، لما تحطيه البتنجانيه مكتومه في قلب الصينيه تيجي تقشريها تلاقي قلبها اسود من جوه وشكلها اسود من بره، وهي مش عايزه سواد بصراحه. فلما احطها على عين البوتاجاز هيطلع لي البخار من قلبيها، البخار ده اللي هي الاكسده. حلو الكلام. قلبت البتنجانيه كده تفتحيها تلاقي قلبها ابيض كده زي الفل، تاخديها تشيل القشره بعد ما تبرد وتبداي تهرسيها زي ما انت عايزه. عرفتوا ليه ان احنا فتحناه؟ هناخد البتنجان زي ما هو كده، وتعالوا نعمل شوية بابا غنوج جامدين جدا. نعم حاضر، عينيا. البتنجان اللي هرسناه بالشكل ده بناخده بنحطه في الكسرولة دي كده. الله الله، يلا بينا. معانا زبادي، معانا طحينة، الله، معانا بقدونس. حلو قوي. معانا زيت زيتون وعصير ليمون. طبق السلطة ده بقى حكاية، زيت زيتون وعصير ليمون. توابلنا شوية ملح
شويه فلفل. شويه كمون. بابريكا. ونقلب الخليط الحلو ده كله مع بعض واحنا واقفين كده مع بعض. نعم حاضر. الله يسمع كلامك انت حبيبي. تعالوا نقلب الخليط ده كده. طحينه، زبادي، تنجان مشوي، الله على الريحه الحلوه. السلطه دي عايزه العيش. الف انا وشيفا اللي ياكل. بس انا اقول لك على حاجه حلوه. الحاجه دي انا مش معايا دلوقتي يعني للامانه، وانا صادق مع حضراتكم وتعلمون جيدا ان انا صادق مع حضراتكم. البتنجان يفضل يكون سخن، والطحينه تنزل على البتنجان. واظن انت بتسقفي لي دلوقتي، بتقولي المغازي ده ما حصلش. دي الحته اللي نملكها المصداقيه مع حضراتكم. البتنجان يفضل يكون سخن، والطحينه تنزل على البتنجان يا شيفنا وهو سخن. ايه اللي يحصل هنا؟ تشم ريحه الطحينه. الطحينه دي بتطلع منين؟ من زيت السمسم او من السمسم عموما. حلو، فهتشم ريحه السمسم. طبق ده جاهز، نغرفه مع بعض. الله، هنزينه بالرمان. شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ ده عدل السفره. طبق تبوله، طبق فتوش، بابا غنوج. بس خلي بالك طالما حطيت الزبادي مع السلطه الحلوه دي يا ست الكل، بس السلطه دي ما تقعدش عندك كتير. الله، شفت الحلاوه؟ مركب سمكه. الله، معانا رمان وموسم الرمان وحلاوه الرمان. الف انا وشيف. واللي بيحب الرمان حطيته في النص ليه يا عم الشيف؟ عشان اللي عايز يغرق. الف هنا وشفا. حلقات النهارده تفاصيلها كتير، خبره طهويه، خبره السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. قدمناها النهارده في طبق من السمك، نعناع الاخضر ده كده، وانا واقف كده بالسله معايا وقت، وخرجنا لسه راضي عني اهو. شفت الحلاوه دي؟ جرنش مهم، البرزنتيشن مهم، زوقيني يا ماما مهم، جوزك بيهتم بالتفاصيل دي. عملت له ورده بطماطميه حلوه، دي رساله حب قويه جدا. مش لازم اروح عند بتاع الفلاورز او بتاع الورد واجيب ورده ب 100 جنيه. ده هي طماطميه تعملها بسكينه صغيره بثلاثه تعريفه. رساله حب. يعني يا حبيبي عايزين نغير النجفه. تضحكي؟ حلو. صينيه سردين بالبطاطس، طبق رز بيتكلم سي فود، طبق سلطه لطيف وجميل بالرمان وموسم الرمان. يعني رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.